يأتي خمس تكبيرات سوى تكبيرات الإحرام، وبعدها الصلاة بركوعها وسجودها كما تعلمون. أقيموا صفوفكم معتدلين. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. ما في داعي يطلع المنبر، خلص ما تفضل. هون ماشي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، اليوم هل علينا هلال العيد باليمن والبركات والنصر والتكبيرات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيد خير ويمن وبركة ونصر للإسلام والمسلمين. اليوم هذا الهلال يهل على كل أراضي العالم الإسلامي، ونحن بين فرح وترح، بين ألم وأمل، بين بشرى وبين سلوى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيام المسلمين جميعاً أيام خير وفرح وبركات وخير وانتصارات. اليوم يا إخواني في هذا العيد المبارك
قد أقبلنا على نهاية شهر كريم، قد انتهى منا شهر كريم وأقبلنا على نهاية على بداية شهر جديد نستقبل فيه الطاعات بعد الطاعات، ونؤوب إلى الله تبارك وتعالى بعد الصيام والذكر والصلوات، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول. لقد كان السلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يحرصون على العمل، ثم يحرصون على قبول العمل، ثم يبكون إن شعروا أن العمل لم يقبل. لقد كان كثير من السلف عندما يمدح بكثرة العمل يقول: وددت أن الله تبارك وتعالى يتقبل لي ركعة واحدة، وددت أن الله تبارك وتعالى يتقبل لي ركعة واحدة. ها هو رمضان قد أدبر وذهب بالخير لمن عمل الخير، وذهب بالصيام لمن صام، وذهب بالقيام لمن قام، ولكن الله تبارك وتعالى رب رمضان ورب شعبان وشوال ورب رجب وبقية الأشهر، الله باق لا يزول سبحانه وتعالى، الله باق لا يزول. من كان يعبد الله في رمضان فليعبد الله في غير رمضان، فإن الله يتقبل الأعمال في رمضان أو في غير رمضان. من كان يعبد الله تبارك وتعالى رغبا ورهبا فإن الله تبارك وتعالى لا يزال يتقبل العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيها الإخوة المؤمنون، الله تبارك وتعالى جعل لنا الأذكار، شرع لنا الأذكار ليقبل الطاعات وليقبل الدعوات، فكثير من الطاعات تختم بالأذكار، وها هو يوم العيد المبارك يفتتح بالتكبير، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولو علم المسلمون ما في التكبير من العظم والأجر لما فترت ألسنتهم عن التكبير. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما كانوا يستقبلون يوم العيد يخرجون فيكبرون في الطرقات، وعند اللقاء في الجماعات، وعند دخول البيوت، وعند صلة الأرحام، وعند الدخول إلى الأسواق، وعند دخول المساجد، وعند الخروج منها، حتى ورد في الآثار أن أسواق المدينة كانت ترتج بالتكبير على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما يفعل التكبير؟ التكبير يرفع لا إله إلا الله، يرفع المؤمنين الموحدين، ويذل أعداء الله المشركين. إليكم هذا الحديث الذي ورد في صحيح مسلم الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون مديدة نصف شقها في البحر وشقها الآخر في البر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: يأتي على الناس زمان يغزو 70,000 من بني إسحاق هذه المدينة، فينزلون بساحاتها ثم يقولون بسم لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البر. تسقط بالتكبير، لا تسقط بالسيف ولا بالسهام، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ذاك التكبير الذي يخرج من هذا الجيش المبارك خارج من قلوب المؤمنين الموحدين لتعظيم رب العالمين، رب السماوات والأرضين، فإذا علم الله منا صدقا أذل لنا الجبابرة، ودمر لنا القصور، وهزم لنا الجيوش، وأبعد الأحزاب، وفرق المتكالبين. وإليكم أثر آخر أورد ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوا إلى هرقل عظيم الروم، وقد كان في بلدة من بلاد الشام، فلما دخلوا على قصره قالوا: بسم الله والله أكبر. قال: فارتج القصر ولم يبق منه حجر على حجر قائم، فقيل لهم: لا نسمح لكم أن تجهروا بدينكم في بلادنا.
فقالوا والله ما أتيناكم من قبل أنفسنا، وإنما استدعيتمونا فأتينا لكم رسلا لنبين لكم. يبينون لهم الدين والإسلام والحق والعدل الذي خرجوا لنشره بين الناس. فدخلوا وقاموا عند هرقل، فقال لهم: أو كنتم إذا كبرتم في بلادكم حصل بها ما يحصل في بلادنا؟ قالوا: لا والله. قال: والله لئن قلتم نعم لأقولن هي أحرى أن تكون حيلة من حيل بني آدم، ولكن الله أراد أن يرينا قوة ذكره على لسانكم. عندما كبروا ارتج قصر هرقل، فلم يبق منه حجر على حجر. واليوم الله تبارك وتعالى باق لا يزول، حي لا يموت، رب التكبير، رب المسلمين، إله العالمين. اليوم يأمرنا بالتكبير، فلنكبر الله تبارك وتعالى ولنرفع هذه الشعيرة. ولئن عجزت أسلحتنا عن تدمير أعدائنا فإن الله قادر على تدميرهم، ولكن الله أراد أن يبلونا. قال الله تبارك وتعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والله يعلم أعمالكم. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والله يعلم أعمالكم. إذن أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم أعمالنا وأن يرى منا إخلاصاً وذكراً وتوحيداً وتكبيراً وتعظيماً لشعائر الله عز وجل. فإذا رأى الله تبارك وتعالى منا ذلك فلتسقط حصون الكفر ولتنهار ولتنهزم جيوشه وليتفرق جمعه وليندحر جنده وجيشه وليخزى رأسه. ها هو رأس الكفر في دمشق عاجز أن يخرج إلى تجمع إلا بإجراءات أمنية مشددة وبحيل كثيرة. من الله تبارك وتعالى على إخوانكم المجاهدين أنهم يمطرونه بصواريخهم حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه، ما زال ذليلا لأن الله فوقه وقهر الجبابرة وأذل الكاسرة ودمر عروش القياصرة. فليسعى كل مؤمن موحد للإخلاص لله تبارك وتعالى وللأخذ على يد الظالم وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا العيد المبارك، حتى يرفعنا الله وينصرنا الله تبارك وتعالى. إخواني، ليس رمضان شهر الدين، الدين في كافة أيام السنة. الوطن لله والدين للجميع. قال الله تبارك وتعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالدين للجميع، ونحن نرفع رؤوسنا بدين الله عز وجل. وعصام الدين وملاكه وحمايته وأسواره التي تمنع هدمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لكل مسلم. ولذا ورد في الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وأبشركم أننا اتخذنا قرارنا بالأخذ على يد الظلمة والضرب على أيديهم بيد من حديد حتى يرتخى المجرمون وتأمن السبل ولا يخاف مؤمن ويرفع رأسه بدينه كل مسلم ويعتز بالإسلام. سيزول عهد الأسد وستزول مخلفات عهد الأسد، وكل من خرج نواء لأهل الإسلام فليعلم
أن جنود الإسلام سيضربون عليه حتى يخضع لله عز وجل، ولكن هذا متوقف على معونة الله أولا ثم معونتكم ثانيا، فلتبادروا إلى عون إخوانكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإسراع بالشكاية على كل مجرم خبيث، ولو كان يتستر بستار السلع والتسليح، والأخذ على يد الظالم وعدم كتمان الشهادة لا على رأس كبير ولا على صغير، بل على كل مجرم مهما كانت رتبته الاجتماعية ومهما كان يتستر بتسليح أو بكتيبة، فليعلم الظالمون أننا لم نخرج لقتال النظام فقط، بل خرجنا لقتال كل ظالم حتى يكون الدين لله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العيد مباركا علينا وعليكم وعلى المسلمين، وأن يعيده على أمة الإسلام بالنصر والتمكين والخير والبركة، إنه سميع مجيب. إخواني الأحبة، قوموا إلى أرحامكم فصلوها، وإلى أسواقكم فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وإلى أبنائكم فربوهم التربية الإسلامية الصحيحة، وإلى إخوانكم فعايدوهم، وإلى أسر الشهداء فواسوهم، فهم عندهم عيد خير من العيد الذي نحن فيه. ولنكن أمة واحدة ولحمة واحدة وبناء واحدا وصفا واحدا وجسدا واحدا. اليوم عيد، نفرح كما يفرح المسلمون، وليخسع أعداء الله لن يستطيعوا أن ينزعوا فرحة العيد من قلوب أطفالنا، ولينشط أولياء الله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع راية الإسلام عاليا والاعتزاز بالدين والتكبير ورفع شعائر الله عز وجل وتعظيمها، ولتعمر المساجد ولتنتشر التبريكات والتهنيات، وليعلم الأعداء أنهم لن يستطيعوا أن يسلبوا منا ديننا ولا سعادتنا ولا سعادة أطفالنا ولا سعادة أمهاتنا، أمهات الشهداء. فلتفرحن بهذا اليوم المبارك، لأن الله من عليكن أن أبناءكن في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والصالحين، ولتدرج في الجبال خوفا وفرقا من زلزلة التكبير الذي هز الجبال ودمر العروش وكسر الأكاسرة ودمر القياصرة. إخوتي في الله، للحديث شجولا ولكنني لا أستطيع أن أطيل عليكم، أسأل الله أن يبارك لي ولكم في العيد، وأن يعيده علينا وعليكم بالسلامة والإسلام والأمانة والإيمان، وأن لا يعيد علينا العيد القادم إلا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن أعداءك قد عاثوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعل لهم لمن خلفهم عبرة وآية. أقول قولي هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.